أهلا وسهلا بكم في قناة عالم الفن لأخبار الفن والفنانين. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. مفاجأة سارة، الفنانة اللبنانية دانا حلبي تعلن ارتباطها بالفنان عبد المنعم عمايري، طليق الفنانة أمل عرفة. شغلت الممثلة دانا حلبي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ لحظة إعلانها خبر خطوبتها من خلال صورة نشرتها على صفحتها الخاصة. وعمدت الفنانة دانا حلبي إلى إظهار يدها ويد خطيبها الفنان السوري عبد المنعم عمايري، وهي تضع خاتم الارتباط مع الحرص على عدم الكشف عن هويته. ومنذ الإعلان عن خبر الارتباط تفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، وقدموا لها التهاني متمنين لها حياة سعيدة مع الإنسان الذي اختارته، إلا أن السؤال مين ماخذة ظل شاغل الرأي العام. والجديد ذكره أن دانا حلبي كانت قد قامت بنشر فيديو في ساعات الليل عبر حسابها الرسمي على انستغرام، أعلنت فيه ارتباطها مرتدية خاتم الزفاف، حيث أشارت إلى أنها ما زالت في فترة دراسة بينها وبين الشخص الذي اختارته من دون تعيين موعد الزواج الذي من المحتمل أن يكون وفقا لمصادر خاصة في وقت قريب. فخبر إعلان الفنانة دانا حلبي لارتباطها جاء بعد أيام على موافقتها الخطوبة التي تمت في سوريا، إلا أنه بالرغم من محاولاتها لإبقاء هوية خطيبها طي الكتمان، غير أن اسمه انتشر كالنار في الهشيم. وكشفت العديد من الجهات المقربة من الفنانة اللبنانية دانا حلبي أن الممثل السوري عبد المنعم عمايري هو الذي استطاع أن يكسب قلبها ويقنعها بالارتباط مجددا، بعد أن كانت قد تناست هذه الفكرة بانتظار فارس الأحلام الذي سيقدم لها السعادة التي لطالما كانت بحاجة إليها. ودفع بعض الأشخاص إلى تسمية الممثل عبد المنعم عمايري نظرا لتواجدها خلال الفترة الماضية في سوريا ودخولها عالم الدراما والشاشة الفضية إلى جانب أسماء لامعة في مجال التمثيل. واللافت أن الفنانة دانا حلبي التزمت الصمت من دون أن تلجأ إلى تأكيد أو نفي هذا الخبر، داعيا متابعيها بعدم الانشغال بمعرفة هوية خطيبها وترك كل ما يحصل في لبنان، وذكرت في ختام الفيديو. والذي كانت قد نشرته على انستغرام إن كل شخص ينجح في معرفة كم عدد المرات التي ذكرت فيها اسم الورد الجوري في أغنيتها الجديدة ستكشف له عن اسم خطيبها. وفي حين لم يعتمد الممثل السوري عبد المنعم عمايري سياسة النائب النفس، بل لجأ إلى نفي الأخبار المنتشرة حول خطوبته من الفنانة اللبنانية دانا حلبي، ونشر عبر إحدى صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مستغربا ما جرى خلال الساعات الماضية من تأليف وتأويل أنباء بحقه. وتساءل الفنان السوري عبد المنعم عمايري شو عم يصير ما عم أفهم، وقد أدخل هذا النفي الجمهور في حالة من الصدمة، إذ شعروا بأنهم أخطأوا في تحديد هوية الخطيب، مستذكرين كلام عمايري في مقابلة تلفزيونية إذ أكد أنه يستبعد فكرة الزواج حاليا. ولكن إذا ما اتخذ هذا القرار فلن يختار امرأة تشبه طليقته الممثلة أمل عرفة نهائيا، مع أنها امرأة مميزة وتحديدا كأم. وأضاف أمل لا يشبه أحد فلن أجد امرأة تشبهها. وعادت الفنانة اللبنانية دانا حلبي مساء الثلاثاء لتفاجئ جمهورها من جديد بنشر صورة تجمعها بممثل عبد المنعم عمايري، وعلقت عليها بالقول فاجأناكم مو. وهذا ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتأكدون، مع أنه إعلان صريح يكشف هوية الخطيب الذي شغل الرأي العام لأيام،
متسائلين هل اختيارها في هذا التاريخ الذي يتزامن قبل 4 أيام من تاريخ عيد ميلادها الذي يصادف 18 من يناير الحالي هو تأكيد على أن موعد الزواج بات قريبا جدا. وقال متابعون أيضا أن دانا حلبي كأنها اختارت هذه الصورة لتسلط الضوء على الكيمياء التي تجمع بينهما، فضلا عن سعادتها باختيارها سندا يقيها من غدر الزمن. ويذكر أن الفنانة دانا حلبي كانت قد توطدت علاقتها بالممثل عبد المنعم عمايري منذ مشاركتهما سويا في مسلسل ببساطة. وتزوج الفنان عبد المنعم عمايري سابقا من الفنانة أمل عرفة عام 2001، وأنجبا كل من سلمى ولدت في عام 2005 ومريم ولدت في عام 2008، وقد انفصلا عن بعضهما بعد 15 عاما من الزواج وذلك في عام 2015. وعبر الممثل السوري عبد المنعم عمايري عن صعوبة تفكك العائلة وذلك بعد انفصاله عن زوجته الممثلة أمل عرفة، كما وأكد أن أسباب الطلاق كانت خلافات يومية بسيطة. والفنان عبد المنعم عمايري اعتبر أن الحب بعد الزواج يختلف شكله، كما وأكد أن علاقته بالفنانة أمل عرفة يسوده اليوم الاحترام والمودة، خاصة وأن يجمع بينهما رابط كبير وهما ابنتيهما سلمى ومريم. والفنان عبد المنعم عمايري ممثل سوري متميز انطلق من المسرح واتجه إلى التلفزيون، برع في أدواره التمثيلية وله عشرات المسلسلات، ونال خلال مسيرته الفنية عدة جوائز تكريمية. ولد الفنان عبد المنعم عمايري في 18 من شهر كانون الثاني يناير عام 70 في مدينة دمشق بسوريا، وهو فلسطيني الأصل تعود جذوره إلى قرية الجاعونة الواقع شرق مدينة صفد الفلسطينية. ونشأ في مدينة دمشق ودرس فيها والتحق في سن 23 بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث درس في قسم التمثيل. وانتسب الفنان عبد المنعم عمايري إلى نقابة الفنانين السوريين عام 97، وفي نفس العام ظهر لأول مرة على شاشة التلفزيون في مسلسل الثريا، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل حمام القيشاني. وعين الفنان عبد المنعم عمايري أستاذا في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، حيث أصبح اليوم بعضا من طلابه من ألمع نجوم الدراما السورية. كما قدم الفنان عبد المنعم عمايري شخصيات متعددة في المسلسل الدرامي المأخوذ عن روايات عالمية ما بتخلص حكايتنا عام 2012، وفي الجزء الثاني من مسلسل الولادة من الخاصرة، وهناك أيضا رفة عين وأروع عارية والمفتاح. وفي عام 2014 شارك عبد المنعم عمايري في عدة مسلسلات منها خواتم والغربال ولو وخماسيات الجزء الثاني من صرخة روح وحلاوة روح. وفي عام 2015 شارك في مسلسل الإثارة والتشويق العراب وغدا نلتقي وحارة المشرقة. وفي عام 2016 ظهر عبد المنعم عمايري في ثلاثية بعد الفراق وضيف شرف في المسلسل البوليسي أحمر وأهل الغرام وسواء ودومينو. وأما في عام 2017 فقد شارك بمسلسل وحيد وهو مسلسل الرعب الرابوس، ومن أهم أعمال مشاركته في سلسلة الكوميديا الاجتماعية بقع الضوء بأجزائها 13، وأيضا ظهوره في أجزاء عدة من مسلسل مرايا. كما حصل الفنان السوري عبد المنعم عمايري على المركز الأول في برنامج شكلك مش غريب الذي كان مخصصا لتقليد المشاهير. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.